السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الفيديو اللي جيب لكم اليوم هو عبارة عن تعريف للملوك السبع والخدام السبع والليلة التي تهدى لهم كطقوس وترحيب بهم واحتفال بهم. نسميها الحضرة أو الليلة، يقدم فيها عدة هدايا مثل هادو، ويكون فيها سبعة ألوان، لأن الملوك السبع عندهم كل ملك له لون يميزه، لون مخصص له. عندنا مثلا عدة أنواع من الملوك، سوف أشرح لكم كل واحدة على حدة، أعتذر على الموسيقى والضجيج، لأن هذه من بين الطقوس، هذه موسيقى غناوة من بين الطقوس التي تدخل في الحضرة في الليلة التي نحتفل بها بالجال، ونحتفل بها الطقوس، وعندما نقدم الهدايا ونقدم كل هذه الأشياء التي سوف أشرحها لكم الآن. قلنا الملوك السبع، يعني كل ملك عنده لون. مثلا عندنا اللون الأخضر عندهم ملوكه، عندنا اللون الأصفر، عندنا اللون الأحمر، عندنا اللون الأزرق، عندنا اللون الأسود، عندنا سبعة ألوان. سوف أشرح لكم كل لون على حدة، وكل شيء، وكل ما يخص طقوس الحضرة وليلة الحضرة وطقوس يعني احتفال، هذه احتفال وطقوس الحضرة، يعني هذه تدخل طقوس التي نقوم بها داخل الأعمال الروحانية، يعني تدخل الأعمال الروحانية. عندنا قلنا سبعة ملوك، وكل ملك له لون مخصص، وعندنا ملك من الملوك له لون يعني يجمع هذه الألوان كلها. عندنا ستة ملوك كل لون عنده لون مخصص، وعندنا ملك من الملوك يعني له لو يجمع الألوان كلها، يعني وكل واحد كل نوع من الملوك الجن عنده لون مخصص، وواحد فيهم يجمع الألوان كلهم. هو هذا، وشوف أشرح لكم من هو. على سبيل المثال هذا هنا سوف تجد سبعة ألوان، منه الأبيض الأحمر الأزرق الأصفر، يعني سبعة ألوان. سوف أشرح لكم كل واحدة وكل شيء على كل شيء بالتفصيل. يعني قلنا سبعة ملوك، وكل ملك له لون مخصص، وكل ملك عنده بخوره الخاصة، عنده طقوسه الخاصة، عنده ذبيحته الخاصة، عنده يعني هذا يعني مثلا الملكات الجنيات عندهم أشياء تخصهم مثل النساء، يعني كل من حلي وتزيين وهكذا، يعني حلي وتزيين وعقيق ومجوهرات وكذا. سوف أشرح لكم بالتفصيل. كل ملك على حدة. على سبيل المثال نبتدئ من الميامين. الميامين السود هم هادو. الميامين السود، وعندما نقول الميامين السود أو الملك أو الجن الأسود أو الملوك السود، على سبيل المثال الميامين، أما هما عدة منهم على سبيل المثال لا الحصر، عندنا الميامين السبع، عندنا هذا على سبيل المثال سيرجيو، عندنا هذا على سبيل المثال ميمونة، عندنا ميمون، عندنا عائشة السودة، احنا نسميها عائشة السودة في المغرب أو عائشة السودانية، عندنا على سبيل المثال برياندو، عندنا فوفود نبا، يعني عندنا عدة ملوك. مثلا هذه من بين طقوس الميامين يكون عندهم هذا، نسميه مثل هذه الموسيقى التي تسمعونها، موسيقى غناوة، هذه تسمى القرقابة، في المغرب نسميها القرقابة، قرقابة غناوة، يعني تعزف بها موسيقى الميامين أو الموسيقى الغناوة أو موسيقى السود. عندنا على سبيل المثال هذا الجاوي الأسود، على سبيل المثال هذا الجاوي الأسود. عندنا هذه قبعات، تسمى قبعات الميامين، هي هذه قبعات الميامين. عندنا يعني قلنا هذا هو الميامين والملوك السود، هذه من بين طقوسهم الميامين والملوك السود. يعني عندما نقول ملوك السود يعني قلنا الميامين، قلنا عدة أسماء، فوفود نبا، عندنا سيرجيو، ماما كوبايل، يعني عدة أسماء. على سبيل المثال هنا سوف نمر إلى النساء. النساء هنا هاد الألوان وهاد الطقوس مخصصة للملكات. نسميهم الملكات. ما معنى الملكات؟ يعني ملكات وهم أسماؤهم ملكات. هناك ملكة لونها أخضر، هناك ملكة لونها بنفسجي، هناك ملكة شبورية، يعني ثلاثة ألوان. هنا إذا لاحظتم سوف تجدون ثلاثة ألوان من بين طقوسهم وهدايهم، يعني تكون مرآة،
مرآة، الحناء، كل ما يخص النساء من التزيين، هذا مزيل النساء. كل ما يخص النساء من يعني الحلي، هذا مختص للنساء، يهدى لهم. هذا الحمرة، هذه الحمرة، هذا نسميه صرغينة. صرغينة، صرغينة تهدى لها، تهدى للملكة. هذا طلاء الأظافر، هذه صرغينة، هذه ألوانهم، هذا بخورهم من هذا، بخورهم من حناء وورد، هذا الأشياء تخصهم مثل النساء. ثم عندنا البحريين، أي الجيل البحري، هذا هو الجيل البحري، وهذا كل ما يهدى لهم. على سبيل المثال، هناك الجيل البحري، هناك عدة أسماء لا تعد ولا تحصى، ولكن سوف أعطيكم مثال. عندنا مثلا الملكة نسميها عائشة البحرية، عائشة البحرية، والبحريين يكون يهدى لهم الزهر، ماء الزهر، النعناع، احنا نسميه النعناع في المغرب، نهدى لهم الجو الأبيض، القزبر، وهذه يعني إناء مثل هذا احنا نسميه في المغرب الزلافة أو الجبانية، وحلي خاص بالملكات البحر، ملكة البحر، هذا لونهم أزرق، لونهم ملوك البحر لونه أزرق، منهم رجال ونساء لونهم أزرق. سوف نمر إلى ميرات أو الأميرات، هذا لون مخصص للأميرات، الأميرات لونهم أصفر، احنا نسميهم الميرات، يعني هي تلخيص لكلمة أميرة، الميرات لونهم أصفر. عندهم هم أيضا كل ما يخص النساء من حلي وحناء وتزيين وطلاء الأظافر وورد وزهر وعطور وبخور، بخور مخصصة لهم، يعني عندهم عدة أشياء مخصصة لهم، الكحل، المرآة، يعني كل ما يخص التزيين. هم أيضا يعني مثلهم مثل الملكات، الميرات مثلهم مثل الملكات. ثم عندنا الحمر أو الجل الأحمر، منهم عدة أسماء. الجل الأحمر عنده عدة أسماء، الجل الأحمر يعني نسبة إلى يعني إلى الدم، يعني هم يحبون الدماء، يحبون الذبائح، الإنسان المسلوب بهم، أو الإنسان يعني الذي يؤدى بهم عن طريق السحر، أو يكون عنده بالوراثة، يكون يعني سبحان الله، يعني كثير المشاكل ويتشاجر كثيرا، عنيف، أو يكون يعني دائما مريض، هذه محالتهم، يا المرض يا العنف والمشاكل والشجار والضرب والجرح. هذا الجيل الأحمر، هذا نحن نسميه الطبق، هذا الطبق، وهذه هداياهم هكذا، هذه أيضا هدايا الجيل الأحمر. على سبيل المثال، هذه نسميها الشاشية، كما قلت لكم الشاشية مثلها مثل الميامين، وهذه شاشية الحمر. منهم عدة، منهم حمو، حمودة، الحاج مصطفى، عندهم فيهم عدة أشياء، هذا بخورهم عود وزهر، ويعني وهذا وزعفران، وعلى سبيل المثال هذا الجاوي الأحمر، والجاوي الأحمر والند، عندهم عدة أشياء تخصهم. سوف نمر إلى